بكم. دماء وشهداء على أعتاب ساحة التحرير، حصيلة دامية لأكبر احتجاجات شعبية يشهدها العراق خرج ضد الفساد والمحاصصة تجاوزت 20,000 بين شهيد وجريح. سقطوا من جراء استخدام الرصاص الحي وقنابل غاز مسيل للدموع مشابهة لتلك المستخدمة في جبهات القتال. أما الأسلحة الكاتبة للصوت فكان لها النصيب أيضا في استشهاد المحتجين. الطرف الثالث الذي باتت تنسب إليه عمليات الاغتيال التي طالت الناشطين والإعلاميين وكل من يساهم في دعم الثورة، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من الكشف عن هوية هذا الطرف الذي ما زالت أدواته توغل في دماء المتظاهرين، تارة عبر الكاتم وأخرى عبر القناص، من دون أن تتمكن هذه السلطات من ردعه. شهداء انتفاضة تشرين، عنوان حلقتنا من انتفاضة شعب، ابقوا معنا. ها شوف 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 الدماء يا ماتي. أكثر من 500 شهيد وعشرين ألف جريح سقطوا منذ اندلاع انتفاضة تشرين في الأول من أكتوبر عام 2019 ولغاية اليوم. يحدث ذلك عندما يستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز الفتاك في تفريق أكبر احتجاجات سلمية في العراق، وعندما يتحدى السلاح المنفلت سلطة القانون والدولة وتعجز الأجهزة الأمنية الرسمية عن مواجهته، عندما لا تتمكن الحكومة من الكشف عن هويات الجهات المسؤولة عن سقوط هذه الأعداد الهائلة من الضحايا حتى باتت تعرف بالطرف الثالث، الطرف الذي يمتلك القدرة على اختطاف وقتل المتظاهرين ونشر القناصة فوق المباني الحكومية في وضح النهار، بل وفي أكثر مناطق العاصمة بغداد اكتظاظا من دون رادع. كل ذلك كان محط أنظار المجتمع الدولي الذي اكتفى ببيانات الإدانة والاستنكار حتى الآن، فيما لا تزال آلة القتل تحصد المزيد من أرواح المتظاهرين السلميين دون أن يتمكن أحد من إيقافها. سلسلة من الدعوات والتحذيرات الدولية التي تطالب السلطات العراقية بكف العنف ضد المحتجين انطلقت آخرها من داخل مجلس الأمن. كانت الرسالة واضحة من هناك، يجب العمل على إيقاف الجماعات المسلحة المتورطة في عمليات القتل والخطف ضد المحتجين. منظمة العفو الدولية كان لها موقف هي الأخرى، تحدثت عن حملة إرهاب يتعرض إليها الناشطين في الاحتجاجات أودت بحياة المئات منهم، فيما لم يعرف مصير العشرات من الناشطين الآخرين. تحدثت أيضا عن افتقار مطلق للسلطات العراقية إلى التحرك لوقف عمليات الاغتيال والخطف، ما مهد الطريق لمرحلة مرعبة لسحق الاحتجاجات في العراق من خلال غرس الخوف بين السكان. في ظل تلك الظروف ورغم تصاعد أعداد الشهداء والجرحى بين صفوف المحتجين، لا تزال انتفاضة تشرين مستمرة في بغداد ومحافظات أخرى. بعد مضي أكثر من شهرين ونصف على اندلاعها احتجاجا على تفشي مظاهر عديدة مثل الفساد والمحاصصة وتقاسم المناصب والمغانم بين الأحزاب، فضلا عن ارتهان القرار العراقي بيد جهات إقليمية ودولية. إذن نرحب الآن بالخبير الاستراتيجي السيد هشام الهاشمي وضيفنا الناشط المدني السيد علاء ستار. سأبدأ وإياك سيد هشام. 76 يوم، كل يوم هنالك قصة موت جديدة بسيناريو مختلف والجاني مجهول. برأيك لماذا لا تستطيع هذه السلطات التي لديها من قوى الأمن ومن الاستخبارات والمخابرات الأفرع الكثيرة التي ساعدت وساهمت في إلقاء القبض على البغدادي كما يقول الجانب الأمريكي ويصرح بذلك متباهيا، ولا نستطيع اليوم إلقاء القبض على الجاني الذي ربما يرتدي البزة العسكرية أو حتى اللباس المدني ويستخدم أسلحة، تارة يقال بأنها هذه الأسلحة ضمن أسلحة الدولة وأخرى يقال بأنها تابعة لميليشيات أو أحزاب؟ حقيقة نعم، هذا هو واقع وواقع سيء جدا. أن القوات الأمنية العراقية بكل تفاصيلها المعلوماتية والتنفيذية
تعاظمت قدراتها في مكافحة الإرهاب وأيضا ملاحقة فلول هذا التنظيم الإرهابي بعمليات نوعية بلغت أنها ساعدت في قتل زعيم تنظيم الداعش في سوريا بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم لديها القدرات المعلوماتية والاستخباراتية والتنفيذية، لكنها لديها عجز في إرادة استخدام هذه القدرات بالضد من هذه الجماعات المسلحة، ذلك لأن هذه الجماعات المسلحة التي هي تصنف إرهابية مرتبطة بأحزاب مسيطرة على المناصب النيابية والحكومية في العراق، وبالتالي القيادات الأمنية بتفاصيلها العسكرية والتنفيذية والمعلوماتية تخشى من هذه الأحزاب، إما من جهة تقديمها للمحاكمة لأسباب مختلفة أو فبركة وتشويه سمعتها كما حدث مع الساعدي والفلاحي، أو ربما يتم تصفيتها جسديا أو خطفها كما حدث مع مدراء عامون ومهمين مع مدراء عامين عفوا مهمين في وزارة الداخلية، وبالتالي هم سلبوا إرادة القيادات الأمنية أن يتخذوا هكذا قرارات. أجزم أن كثير من هذه الحوادث التي وقعت الحوادث الإرهابية بالضد من المتظاهرين هي مسجلة قضائيا وهناك معلومات دقيقة وشهادات وفيديوهات، لكن هناك بالمقابل عجز من القيادات أن تتخذ هكذا قرار لردع هذه الجماعات المسلحة التي هي محمية من قبل تلك الأحزاب المسيطرة، الأحزاب التي تشعر أن سلمية التظاهرات سلبتها قدرتها على محاصصة السلطة والثروات. طيب أبقى معنا سيد هشام، سأتحول بسؤالي لسيد علاء الناشط المدني. سيد علاء، حضرتك من المواكبين لهذه الانتفاضة 76 يوم، كما ذكرنا قبل قليل ووصفنا بأن هذه الأيام كانت دامية، سقط منها العزيز، سقط منها الأخ والصديق، الناشطة وأيضا المسعفة، الكثير من التوصيفات حتى يعني شباب بعمر الورود. كيف يمكن أن تصف لنا 76 يوم لليوم؟ نحن نتحدث لأن هذه الانتفاضة مستمرة ولكن في إطار تغطيتها الكاملة من بدايتها للآن. نعم، أستطيع أن أصف ما حصل طوال الأشهر الماضية من 1 تشرين بالبيت الشعري الذي يقول: نحن الذين مشينا للجيوش وقد مشت لنا مشي أهوان لأهوالي، بلا سلاح سوى حبر على ورق، ولا دروع سوى خل على شالي، يرمي الفتى نفسه فوق الجنود بما في الصدر من كرم محي وقد تالي، هذه الميادين فيما بيننا حكم. قتلنا بأبشع الطرق، هشمت رؤوسنا، هشمت جماجمنا، ولكن حافظنا على السلمية. دخل قناص يهشم صدورنا ويهشم رؤوسنا وحافظنا على السلمية. دخلوا إلينا في ليلة الجمعة، ليلة مجزرة السمك، وحافظنا على السلمية. قتلونا في الناصرية وحافظنا على السلمية. قتلونا في النجف وفي البصرة وفي العمارة وفي بغداد وحافظنا على السلمية. الشعب أثبت أنه أكثر حرصا وأكثر حفاظا على الدولة وعلى الوضع الأمني في العراق أكثر من هذه السلطة السياسية التي لم تستطع يعني الكشف عن قناص أو عن مجرم يقتل بالشباب ويقتل بإخواننا المتظاهرين والمعتصمين. نحن من 1 تشرين نحن نقع تحت حملة إرهاب حكومي بشكل علني، ابتدأ بدخول القناص وقطع الانترنت لتغطية الجرائم، ثم وصلنا إلى هذه المرحلة، مرحلة الكاتم ومرحلة الاغتيالات ويعني الدخول لبيوت العوائل الآمنة وقتل الناس كما حدث اليوم في البصرة. الوضع مأساوي، السلطة ذاهبة يعني بالوضع في العراق إلى فعلا إلى المجهول.
كواتم ورصاص يقتل ويفتك بالعراقيين بلا أي رادع، وحتى الحكومة المستقيلة هي التي يقع عليها إلى الآن إلى هذه اللحظة عاتق مسؤولية الأمن هي ساكتة وغير قادرة على حفظ الأمن، بل يعني وصل الحال إلى يعني نحن نتهم أن الحكومة هي التي توفر للمجاميع المسلحة الغطاء للتجول في الشوارع وقتل الشباب. طيب دعني أتوقف عند هذه الجملة لأنها مهمة. سيد هشام، يعني علاء يقول بأن الحكومة ربما هي من تقدم الغطاء لهذه الجماعات لأن تتحرك بكل سهولة، وربما أكبر دليل على ذلك كما ذكر بما حصل في السنك. طيب وصف أيضا ما حصل بأنه إرهاب حكومي، حضرتك وصفت ما يحصل أو ما تعانيه السلطة اليوم هو عجز حكومي، عجز من استخدام الأدوات يعني إيقاف الطرف الثالث كما يسمونه، ولكن هل هو عجز؟ يعني هل فعلا اليوم الحكومة أمنيا مكبلة اليد أم ربما هي غير قادرة على البوح لأنها ستتحمل ما بعد الكلام بشكل صريح؟ بالتأكيد هي لن تفر من محاكمة قادمة قد تكون لسنة أو سنتين أو حتى محاكمة التاريخ. هذه الدماء وهذه التضحيات التي بلغت بالآلاف لا أظن أنها تغفر لها من كتاب منصفين ومدونين ومؤرخين هم الذين سوف يحاكمون هذه المنظومة، سواء كان المحايد منها والواقف منها أو الماشي فيها أو القاعد عنها، كل هؤلاء سوف يحاكمهم تلك الأقلام المنصفة، وكثير من المنصفين شاهدوا ويشهدون هذه الحوادث. الحكومة بعضهم من يواطئ هذه الجماعات ويمهد لها هذه العمليات وبكبر قانوني، وبالتالي هو من متورط معهم وقائم بحمايتهم إما عن طريق مركزه السياسي أو عن طريق عن مركزه النيابي أو مركزه الحكومي. كثير من القيادات سكوتها بسبب ضعفها، أنها لا تنتمي إلى منظومة حزبية تستطيع أن تحميها أو إلى منظومة مجتمعية تستطيع أن تحميها، وبالتالي هي تحبذ السكوت والابتعاد على أن تبوح بمثل هذه المعلومات. يعني سيد هشام، جزء هم فضلوا السكوت لأنهم ضعفاء، والجزء الآخر وهو الأهم والذي أشرت إليه هو موضوع أن تكون داعمة مهيئة للأرضية. يعني هل هنالك معلومات أكيدة بأن شخصيات ربما سياسية ربما أمنية تساند تهيئ الأجواء تحمي هذه الميليشيات، ودعنا نسميها ميليشيات لأنها بهذا الفعل الإجرامي تخرج عن كافة القوانين أولها قانون حماية حقوق الإنسان؟ المعطيات هي أبلغ من القرائن التي ممكن أن نسميها قرائن، المعطيات كثيرة، وآخرها حادثة 6 ديسمبر يوم الجمعة حينما دخلت عجلات متنوعة فيها ميكروباص وفيها بيكابات وفيها أسلحة بيكيسي، مرت بثلاث سيطرات حكومية مشددة، بالتالي من سمح لهؤلاء أن يدخلوا وكيف دخلوا مع هذا السلاح وكيف لهم بعد أن استمروا بعملية قمع وإطلاق النار بشكل مقصود باتجاه المتظاهرين في جراج السنك وساحة الوثبة وساحة الخلاني وانسحابهم من نفس المكان الذي وانسحابهم إلى نفس المكان الذي جاءوا منه، بالتالي هذه وحدها تكفي لأن تكون شاهدة على تواطؤ بعض القيادات الأمنية في أولا مرور هؤلاء وثانيا في عدم إعطاء أو تسريب الفيديوهات الخاصة بهذه العملية القمعية الإرهابية، وثالثا أنها الحكومة لم تلقي لها كثير بال لهذه العملية، اكتفت عبر ناطقين ومصرحين إعلاميين بلملمة هذه الحادثة بطريقة رديئة جدا بتصريحات واضح عليها الكذب وبتصريحات ينبغي أن يخجل منها كائن من يكون
منصبه في القوات الأمنية. طيب سيد علاء، هل فعلا هنالك قوائم بأسماء الناشطين المشاركين في هذه الانتفاضة أو حتى المسعفين وكل من شارك إذا كان من المدنيين العزل السلميين أو حتى من هم محسوبين على الدولة كموظفين بكونهم كان هنالك أيضا إيقاف للعمل بشكل تام في هذه الساحات؟ يعني هل لديكم معلومة أكيدة إذا ما كان فعلا هنالك قوائم للتصفية؟ يعني بالتأكيد نحن أمام ميليشيات وليس عصابات فقط. العصابة ممكن أن تكون غير منظمة، لكن نحن أمام ميليشيات لديها التنظيم الكامل وتعمل في أوقات تحت غطاء الدولة، بالتالي وبالتأكيد لديها قوائم للتصفية سواء في أوقات الفوضى أو في هذه الأوقات، الأوقات التي هي قريب من الفوضى، قريبة من مرحلة الفوضى. كل الميليشيات وكل السلاح الذي هو خارج الدولة هو يعمل بطريقة، لا يعمل بطريقة عشوائية، يعمل بطريقة منظمة ويعرف من يقتل ومن يغتال، يعرف بطريقة جيدة. إضافة لهذا، السلطة السياسية في هذه اللحظة تطالب في عبر قنواتها، عبر الإعلام، يا متظاهري ساحة التحرير، يا معتصمي، يا منتفضي ساحات المحافظات، اخرجوا لنا بمرشحيكم، تعالوا لنتفاوض ببعض النقاط الخلافية. يا سلطة، كيف نتفاوض وأنا كمتظاهر قد أكون المقتول التالي أو الشهيد التالي؟ كيف أتفاوض معك وأنا مهدد في أي لحظة أنني سوف أختال، يعني بطريقة الكاتم أو بأي طريقة أخرى؟ يعني هنالك جو من الرعب تخلقه السلطة الحالية عبر ميليشياتها وحتى عبر تسهيل مرور الميليشيات. طيب سيد علاء، يعني تواجدكم في الساحات نعيش اليوم، نعم، هل أنتم يعني ذاهبون إلى الموت بأرجلكم؟ هل أنتم تعون بأن هنالك تهديد ووعيد، ربما تتعرضون للخطف، ربما حتى تصل إلى مرحلة الاستشهاد؟ في لحظة 21، في اللحظة التي قررنا فيها الخروج، ربما يؤدي إلى يعني النصر الانتفاضة أو الاستشهاد والقتل، لأننا نواجه ميليشيات ونواجه سلطة مستعدة لقتلنا بأبشع الطرق، وقتلتنا بالقناصات وقتلتنا بالقنابل، يعني مارست إرهابا منظما في بغداد وفي المحافظات. فيعني اللي طلع بواحد تشرين هو يدرك إدراك جيد أنه هذا الطريق قد يؤدي به إلى الموت، لكن الشباب العراقي ما خايف، الخوف خلينا ورانا. احنا امام مرحله تصحيحيه، وهذه المرحله قد تتطلب الدماء. احنا ما رايحين للانتحار، ما ننتحر، احنا ما نموت، ما نطي ارواحنا بهذه السهوله، لكن المرحله اذا تطلبت الدماء من اجل الثبات ومن اجل المطاوله ومن اجل عدم التراجع، لا، ثابتين. و يعني مشاريع استشهادية لأجل الوطن بدون تراجع، التغيير، هذا ما أثبتتموه سيد علاء. طيب سيد هشام، عندما نتحدث عن وجود قوائم وعن ربما علم مسبق لدى كل من يتواجد في هذه الساحات بأنه ربما سيكون كما وصفها سيد علاء يعني الشهيد المقبل، إذا ما قارنا الوضع الأمني وكيفية التعامل مع التظاهرات كما بقيت البلدان، هذه التظاهرات والاحتجاجات يكفلها الدستور في يعني والمطالب، بدأت في الذروة، التعامل الأمني بدأ في الذروة ومن ثم أصبح أقل وطأة، أم ربما استمرت القوى الأمنية من خلال متابعتك مع هذه التظاهرات منذ بدايتها لليوم بأنها أصبحت أقل وطأة في هذه الأيام؟ أكتوبر هي فقدت توازنها، خاصة باستخدامها أساليب سيئة ورديئة في تفكيك التجمعات والتظاهرات، حتى استخدمت أساليب هي إطلاق النار الحي، وكانت بشعة جدا
فيما تعرف بواقعة ساحة جملة العصبية، ثم ساحة مول النخيل، ثم ساحة الحمزة، وصولا إلى مجازر بغداد والنجف وكربلاء والناصرية. بالتالي أظن هي تركت هذه الجماعات المنفلتة أو الميليشيات المسلحة تتصرف بانتقائية، وبدأت انتقائيتها واضحة ابتداء من فبركة فيديوهات ومهاجمة أعراض الناشطين والناشطات، ثم عملية التهديد، ثم عملية التشريد بهم، وصولا إلى عمليات الخطف والإخفاء القسري، الاستيلاء على الموبايلات، والتعامل مع حساباتهم في التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة وغير أخلاقية لتشويه سمعتهم، ثم الوصول إلى عملية الاغتيالات. إلى هذه الساعة 29 عملية اغتيال وقعت خلال انتفاضة تشرين، أيضا هناك إخفاء قسري ل 67 متظاهر، نعلم منهم 48 شخص، الباقين مجهولين المصير. أيضا تطور واضح، يوم أمس هناك كانت اغتيالات بالعبوات اللاصقة، وهذا أيضا تطور يعني في عملياتهم. من يقوم بهذه السلسلة من العنف والتوحش باتجاه المتظاهرين هو مجموعة منظمة قد تدربت جيدا على هذه العمليات، ووراها منظومة إعلامية كبيرة، وأيضا وراءها معسكرات، وراءها باجات تخولها في الحركة بسهولة. كثير من العمليات تمت في وضح النهار بالقرب من الكاميرات. إذن هذه المنظومة هي منظومة قريبة من الأحزاب المسيطرة، إن لم تكن هي جزء من هذه الأحزاب لإدارة عملية. يعني أيضا في مقابل هذا المشهد الذي يعني وصفته سيد هشام، هنالك مشهد آخر سيد علاء، المندسون المتواجدون اليوم في الساحات هدفهم واضح، واجهتموهم وحافظتم على السلمية، ولكن بذات الوقت هنالك من يعني الفيديوهات المسجلة والتي انتشرت من يستخدم تواجده اليوم في داخل هذه الساحات لإثارة الفتنة داخليا، أو ربما لاستهداف مؤسسات الدولة، لاستهداف قوى أمن، أو حتى لحرق مقرات ربما حزبية أو مؤسسات حكومية يعني عامة وخاصة. هذا أيضا من خلال وجود المندسين اليوم حاولوا الدخول إلى هذه التظاهرات، كيف تعاملتم مع هذه النقطة بالتحديد، وكيف يعني دفعتم ثمن تواجد المندسين اليوم في الساحات؟ يعني بصراحة احنا أعلناها من البداية، نحن لسنا مع إسقاط النظام ولا نريد إسقاط النظام، نحن خرجنا من أجل إسقاط نظام المحاصصة، وليس إسقاط النظام وانهيار الدولة والذهاب إلى بالدولة العراقية إلى الفوضى. أعلناها بصورة واضحة، الأحزاب السياسية والسلطة السياسية تحاول زج عناصر تحرق، عناصر تشوه صورة التظاهرات بأي طريقة، عناصر تؤدي إلى افتعال خلافات داخل المتظاهرين، لكن كل هذا أثبت فشله خلال الفترة الماضية، وفشل ذريع. ما حدث في الوثبة أثبت أنه يعني جرى تحت يعني عين السلطة. ما حدث من يعني حتى عمليات الحرق واجب السلطة وواجب القوات مكافحة الشغب أن تتعامل مع عمليات الحروق وعمليات الاحتجاج وعمليات التخريب معاملة كما تتعامل قوات مكافحة الشغب في الدول المتقدمة. قوات مكافحة الشغب أو قوات السلطة استخدمت القتل مع المتظاهر السلمي ومع المتظاهر الذي أو المندس الذي يعني ينوي حرق أو كذا، القتل يعني صار القتل عام شامي في الدول المتقدمة. يتم التعامل مع المتظاهرين مع يعني أنا ما أنفي أن هنالك حالات غضب تحدث داخل التظاهر، حالات غضب وبمستوى عالي، قد شخص يحمل سكين، قد شخص كذا، لكن كل هذا لا يصل لمرحلة القتل وتهشيم الرؤوس.
السلطة تعاملت مع كل الذين يتواجدون في الساحة يعني خارجين عن القانون، نعم، وقتلتهم بالرصاص الحي، بالقناصات، وبتهشيم الرؤوس عبر قنابل الدخان. نعم السيد علاء ستار الناشط المدني، شكرا جزيلا لك. مستمرون مشاهدينا ونتوقف لنتابع آخر حصيلة رسمية لأعداد الشهداء والجرحى الذين سقطوا في انتفاضة تشرين. هذه عودة لإكمال الحوار مع ضيفي سيد هشام الهاشمي. سيد هشام، حصيلة الانتفاضة، انتفاضة تشرين، ربما عندما نستمع للقصص التي تخرج من الساحات تعطينا أرقام وأخرى حكومية تعطينا أرقام، هنالك أيضا من يشكك بهذه الأرقام التي يعني تبوح بها السلطة. برأيك أيهما الأصح اليوم؟ القصص التي تخرج من الساحات من الذين واكبوا ما حصل، أم يعني أخرى التي تخرج من الحكومة؟ من خرج لطلب الإصلاح في ساحة الاحتجاج في التحرير وغيرها من المحافظات العراقية، الكثير منهم ظهرت أسماءهم ضمن التعيينات التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عبر صفحته الشخصية، لكن أبوا على أنفسهم أن يشاركوا في صناعة قرار معين في دائرة صغيرة دون أن يتم الإصلاح بشكل عام في هوية وشكل النظام السياسي في العراق. هؤلاء الشباب رفضوا أن يقبلوا هذه التعيينات التي أعلنت، لكن البعض منهم استشهد بعد فترة قصيرة، ومثل ما تفضلتي أنهم قد يكونوا المعيلين الوحيدين لعوائلهم. المشكلة هنا أنه الحكومة العراقية، ولنتحدث عن طبقة سياسية حاكمة منذ 2003 ولحد الآن، هذه الطبقة السياسية لربما هي تفكر بنفس الفكرة التي ظهرت بالتسجيل الذي نسب للسيد عزة الشعبندر، وتعتقد أن هؤلاء الذين خرجوا هم مجموعة من القتلة يريدون إسقاط النظام السياسي ومعاداة الحكومة العراقية، وقد ينالون منهم بشكل أو بآخر حتى عبر الإجراءات المتخذة في الدوائر الحكومية المعنية بتعويض عوائل هؤلاء الشهداء وحتى الجرحى الذين سقطوا في التظاهرات، وحتى الذين تضرروا ضررا نفسيا جراء الاختطاف وجراء التعذيب وجراء الاعتقال الذي جرى وفقا لأهواء شخصية، وكذلك لتوصيات بواسطة الهاتف النقال دون اللجوء للأوامر القضائية. في السنوات الماضية كان هنالك تمييز ما بين السجناء السياسيين في العراق في بعض الدوائر. بصراحة كان السجين السياسي الذي له علاقة بحزب الدعوة كانت معاملاته تجري بسرعة وبانسيابية في بعض الدوائر الحكومية، لكن المتهمين بالانتماء للحزب الشيوعي تعطل معاملاتهم وفقا أيضا لأهواء سياسية مسيطرة على هذه المؤسسات الحكومية. نحتاج هنا إلى ضابطة قانونية يمكن أن تحفظ لهؤلاء الشباب الذين سقطوا كرامتهم وكرامة عوائلهم حتى يمكن أن يعوضوا بالطريقة المناسبة، خصوصا وأنهم خرجوا لأجل لقمة العيش فضلا عن إصلاح هوية وشكل النظام السياسي المتبع منذ 2003 وحتى اليوم. يعني سيد عزيز، حتى في الموت والحرية هنالك محاصصة، ولكن سبب الوفاة اليوم على ورقة ربما هي لا تعني شيء لهذه العائلة التي فقدت عزيزها، ولكن ربما تعني للمستقبل شيء. سبب الوفاة مهم في هذه المرحلة. هنالك لغط كبير ومعلومات وحديث عن أن سبب الوفاة لا يذكر بطريقة وبأخرى ما يعطي الحقوق. هل يعني ساهمتم في متابعة هذا الملف؟ هنالك منظمات دولية وبعثات دبلوماسية عديدة تعمل على أن يكون هنالك حقوق لهؤلاء الذين سقطوا في التظاهرات من الشهداء والجرحى، ومتابعة قضاياهم بشكل حثيث وإلى أدنى التفصيلات المتعلقة بعوائلهم في المحافظات العراقية. المشكلة هنا مثل ما تحدثت قبل قليل أن هنالك نظرة سيئة اتجاه هؤلاء الذين يتواجدون في ساحات الاحتجاج، وبالتالي يعني المرحلة الأولى كان هنالك منع من قبل وزارة الصحة إلى المستشفيات
العمليات وكذلك المراكز الصحية والمفارز الصحية القريبة من ساحة التحرير على عدم إطلاع وسائل الإعلام على أي حصيلة دقيقة فيما يتعلق بأعداد الشهداء وكذلك المصابين في ساحة التحرير على وجه الخصوص، وقالوا أن عمليات وزارة الصحة هي المعنية بالإعلان عن سبب الوفاة وعن أعداد الضحايا الذين سقطوا في هذه التظاهرات. المرحلة الثانية صارت بعض الجهات تحاول أن تفرض على المؤسسات الصحية أن يغير سبب الوفاة إلى مشاجرة وإلى دهس وإلى غيرها من الذرائع التي كتبت في شهادات الوفاة حتى لا يمكن أن يقال هذا متظاهر سقط برصاص الميليشيات التي الآن هي من تدير الملف الأمني في العاصمة بغداد وكذلك بعض المحافظات العراقية، ولا سلطة لبعض القيادات الأمنية على قواطع مسؤوليتهم. وأعتقد أن السيد هشام الهاشمي يتفق معي في هذا التفصيل، لأن هذه الميليشيات الآن هي من تتحكم بزمام الملف الأمني وتتابع الناشطين والصحفيين وكذلك من يتواجد في ساحة التحرير، وتحاول التضييق عليهم وتحاول أن تقطع الطرقات وتحاول أن تمر من خلال الطرقات المقطوعة من قبل الأجهزة الأمنية. فبالتالي نحن بحاجة إلى وعي أكبر من قبل المنظمات، منظمات المجتمع المدني الآن الفاعلة في الشارع، وكذلك النخب السياسية وكذلك الإعلامية والثقافية، لضرورة أن نخرج بحصيلة يمكن أن تضمن حقوق هؤلاء الذين سقطوا في ساحة الاحتجاج وهم لم يخرجوا نكاية بأحد معين. يعني الآن الطبقة السياسية لما راحت وذهبت أن تبحث على شخصية سياسية بديلة للسيد عادل عبد المهدي، تريد أن تقول لرأي العام الدولي وكأن هؤلاء الذين تظاهروا في ساحة التحرير لديهم مشكلة شخصية مع السيد عادل عبد المهدي، وكأنهم تناسوا أن هؤلاء الذين خرجوا ليقولوا أننا ضد هوية النظام السياسي المحاصصاتية وكذلك التي تفرض عليها قرارات من خارج الحدود، وقالوا أننا نريد أن نغير بشكل هذا النظام السياسي وأننا لا نثق بكل الطبقة السياسية الحاكمة. هي تحاول في مرة أن تشيطن المتظاهرين وفي مرة أخرى أن تسوق فكرة للرأي العام الدولي على أننا نستجيب لمطالب المتظاهرين وأجبرنا رئيس الوزراء على الاستقالة ونحن ماضين باستبدال السيد عادل عبد المهدي بشخصية أخرى. لكن للأسف هذه ولكن سيد عزيز يعني هذه الدماء لا يسمح بأن تذهب هباء ولا يوجد لها نتيجة، والنتيجة اليوم يحصدها الكثير من خلال ضغط الشارع على الحكومة لتطبيق كل المطالب بإرادة شعبية بحتة بعيدة عن الكتل والأحزاب السياسية. أعود إليك سيد هشام، عندما نتحدث أو نأخذ على بنظر الاعتبار حادثة حصلت في 76 يوم من الانتفاضة منذ بدايتها لليوم، على سبيل المثال حادثة الوثبة الكثير من شهود العيان يتحدثون عن إحصائيات، عن قتلى، عن استخدام قناص، رصاص حي، الكثير من السيناريوهات طرحت، ولكن في المقابل يخرج علينا أطب العدلي ويقول لم أستلم أنا جثث غير واحدة، وهي للأسف ما حصل وشهدناه في الوثبة. برأيك أيهما، لا أعود إلى موضوع أيهما نصدق أكثر، ولكن هل فعلا كما ذكر السيد عزيز هنالك تغطية عن عمد لأعداد القتلى أو المصابين جراء هذه الانتفاضة؟ بالتأكيد هو من يقطع الانترنت ويهدد الصحفيين والإعلاميين ويشوه سمعتهم، هو يريد تكميم الأفواه، والصحفي موضوعه المعلومة وتحقق منها وبالتالي المصداقية والحقيقة. هم أصروا على هذا الموقف حتى كذبتهم المرجعية في الجمعة الماضية وأخبرت أن عدد الشهداء 9 والكثير من الجرحى. هم ينتظرون هكذا توبيخ من جهة لا يستطيعون أن يتصادموا معها، لا لأنهم ورعين أو لأنهم متدينين، لكنهم يعلمون أنه بإمكان أن تكون المرجعية مع الشعب وتزيحهم مرة واحدة، وهم لا يريدون أن يصلوا إلى هذه النقطة، نقطة الإزاحة وتجريفهم واجتثاثهم من هذه المناصب التي تشبثوا فيها عبر المحاصصة السيئة وعبر الرشوة وعبر لوبيات الفساد والمكاتب الاقتصادية. طيب سيد عزيز، عندما نتحدث عن ردود فعل دولية جراء استشهاد يعني الكثير وسقوط الشهداء في هذه الانتفاضة، هنالك من يتحدث صراحة، يعني الجانب الأمريكي يقول بأن الطرف الثالث الذي يقوم بقتل المتظاهرين، الذي يقوم بالخطف، الذي يقوم بالتهديد للناشطين وغيرهم، اليوم
هنالك دولة تدعمهم وتحدث صراحة عن إيران، يعني أيضا هنالك رفض وشعارات خرجت في هذه التظاهرات بالضد من التدخلات الخارجية. برأيك كم يمكن أن تكون هذه الشعارات هي السبب في قتل المتظاهرين؟ سيدتي الكريمة، دعينا نتحدث بصراحة على أنه المتظاهر يعرف من هو الطرف الثالث، لكنه أسماه الطرف الثالث بمزاجه. هو لا يريد مزيدا من الدماء في الشارع، ولا يريد تهديدا لعائلته، ولا يريد أن تسيطر هذه القوى المسلحة الموجودة في الشارع على ساحة التحرير، وبالتالي تضيق أكثر باتجاه المتظاهرين الموجودين في قلب الساحة. الطرف الثالث معروف، لكننا لا نريد أن نتحدث عبر وسائل الإعلام بأسماء صريحة حتى لا يمكن أن تدان التظاهرات ويقال أن هنالك من يدعم خطاب متشنج اتجاه جهات معينة هم يعتبروها جهات مقدسة. في هذه المرحلة بالتحديد، هذه الشعارات التي رفعت ضد الطرف الثالث وضد أطراف مشتركة بدعم الطرف الثالث، منها أطراف شيعية ومنها أطراف سنية وحتى دول قد تكون غير الجارة الشرقية، هذه الشعارات التي رفعت سببت إحراجا كبيرا للنظام السياسي في طهران، وسببت إحراجا كبيرا للنظام السياسي الذي يدار بأيادي خارجية في داخل العراق، وأحرجت طبيعة القرار الذي يتخذ في مركز القرار السياسي في بغداد. فبالتالي بالتأكيد هنالك جهات تحاول أن تكمم الأفواه، أفواه الصحفيين وكذلك الناشطين، حتى لا يمكن أن يستمر هذا الإحراج أمام المجتمع الدولي والرأي العام الدولي. هنالك نائب إيراني صرح على أن إيران خرجت بمعجزة من الاحتجاجات، ونائب آخر صرح على أن إيران لا تزال تشهد تهديد حقيقي بسبب طبيعة الاحتجاجات التي شهدتها. بالتالي هي تدفع بأن تكون هنالك احتجاجات في مساحات جغرافية بعيدة عن الداخل الإيراني، وأيضا هذه الاحتجاجات يمكن أن تقول عنها تتبع لجهات دينية منحرفة، وأيضا تدار من قبل الشيطان الأكبر مثل ما تسميه. بالتالي هي تعطي الشرعية لنفسها وللجهات وللأدوات التي تتبع لها أن تقمع هذه التظاهرات سواء في الداخل الإيراني أو حتى في الداخل العراقي، لأنها تحمل أيديولوجيا معينة يمكن من خلالها أن تعطي الشرعية لنفسها في قمع هؤلاء المتظاهرين. لكن الشباب العراقي اليوم أكثر وعيا، وحاول أن يفوت الفرصة حتى في موضوع الحديث عن اقتحام المنطقة الخضراء والدخول إلى السفارة الإيرانية في يوم العاشر من شهر كانون الأول. هنالك كان تفويت للفرصة من قبل الشباب الواعي الذي أحرج الطرف الثالث ومن يتبع للطرف الثالث وقال له نحن الشباب السلمي الذي، ولكن هنالك سيد عزيز مطالبات من الجارة إيران بتعويض ما حصل للسفارة اليوم في المحافظة. هناك دعوات ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع والرد الحكومي. سيد هشام، عندما نتحدث عن المواكبة الدولية لما حصل، فقط دعوات تحذيرات، وهنا دعني أخص مجلس الأمن. برأيك هل كان بالمستوى المطلوب بما يعني يواكب هذه الانتفاضة، مطالبها، عدد الشهداء، طريقة التعامل، وماذا يمكن أن ننتظر أكثر من مجلس الأمن مستقبلا؟ يعني أظن مجلس الأمن ودول كبرى تجد نفسها أنها تورطت مع النظام السياسي العراقي بعد 2003، كونها هي التي مكنته من إزاحة النظام السابق، وأيضا مكنته من الحكم، وأيضا مكنته من ثروات العراق ومن سلطاته، وهي من أسس لعرف المحاصصة السياسي الذي أصبح واقعا تتعامل معه الكتل السياسية. البيت السياسي الشيعي لديه منصب مجلس الوزراء، البيت السياسي السني لديه رئاسة البرلمان، والبيت السياسي الكردي لديه رئاسة الجمهورية. هذا العرف السياسي هو من جاء به هذه المنظمات الدولية والدول العظمى التي أرادت للعراق أن يمكن ديمقراطيا، لكن هذه الأحزاب استطاعت أن ترتف على وسائل الديمقراطية بالتزوير والتزييف وعلى أدوات ووسائل وقوانين العدالة الانتقالية، العدالة المجتمعية، وجعلتها متحيزة طائفيا وقوميا وحزبيا، والنتيجة هذه
الفوضى وهذه الصورة عديمة الملامح كثيرة التشوه. فبالتالي هو يراقب كمجتمع دولي، يراقب بحذر أنه ماذا ينبغي أن تكون رسالته للعالم في سلطة هو من مكنها بكل تفاصيل التمكين بما هي عليه اليوم. فإذا انتقدها وساعد على إزاحتها مرة واحدة، فإنهم أين يذهبوا من شعوبهم وبرلماناتهم ومعارضتهم السياسية التي سوف توجه الاتهام بشكل مباشر إليهم؟ أنتم من جئتم بهذا العبث إلى العراق وصورتوا لنا أن هذا العبث هو تمكين الديمقراطية وتمكين الاستقرار ومن أجل صناعة من العراق نتوءا للاستقرار وليس نتوءا للتهديد. طيب سيد عزيز، واحد من المشاكل ودعني أسميها أزمة وليست مشكلة لأنها يعني خرجت منذ سنوات ولازالت مثل كرة الثلج تتدحرج وتكبر أيضا، وربما من يسقط أمامها هم الناس يعني أفراد اليوم متواجدون داخل حدود البلد. حصر السلاح بيد الدولة، هذا السلاح المنفلت الذي استخدمته ميليشيات منظمة أو حتى أفراد، وهو كان سببا أيضا في سقوط شهداء بهذه الانتفاضة، برأيك يمكن أن تكون واحدة من مخرجات هذه الانتفاضة القضاء على السلاح المنفلت؟ وهل يمكن لمن استخدمها لأن يحصل على القوة داخل البلاد أن يتخلى عنها بهذه السهولة؟ سيكون مجبرا على أن يتخلى عن الأسلحة التي استخدمها بحق الشعب العراقي على مدى سنوات طوال، وكذلك عندما تحدثت في خطبة الجمعة الأخيرة عن ضرورة أن تكون هنالك قوات مسلحة ولاؤها للعراق. هذا يعني اعتراف ضمني في كلام المرجع السيستاني على أن من يحمل البعض ممن يحمل السلاح في الشارع العراقي لديه ولاءات لدول خارجية، وكذلك لما طالبت بأن يكون هنالك يعني أن تكون هنالك دعوات لضرورة أن يتم إبعاد القرار الخارجي عن طبيعة القرارات العسكرية التي تتخذ في الداخل العراقي، أيضا هذا اعتراف ضمني على أن هنالك من يتدخل في الشأن العسكري في داخل العراق. فبالتالي الجميع يعرف على أن هنالك إرادات دولية تفرض على طبيعة القرارات العسكرية في والأمنية في داخل العراق، وبالتالي نحن بصدد أن نتعاون مع منظمات دولية ومع بعثات دبلوماسية لضرورة أن نقول أن السلاح المنفلت في الشارع سواء كان سلاح الميليشيات أو سلاح العشائر أو سلاح الأفراد أدى بالضرر على أبناء الشعب العراقي منذ 2003 وحتى اليوم، والحكومة العراقية هي المعنية بحصر السلاح بيد الدولة، ولكن أي حكومة يمكن أن نلقي عليها المسؤولية في حصر هذا السلاح؟ والسيد عادل عبد المهدي سهل ولم يستجب هذا اللواء لأنه يتبع إلى قيادات عسكرية قد تفرض قرارات معينة على السيد عادل عبد المهدي باعتباره رئيسا للوزراء. هنالك ضرورة قصوى لأن تكون قيادة عسكرية موحدة وقوية في الداخل العراقي المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة باعتباره رئيسا للوزراء ومشرفا على الملف الأمني بشكل عام في العراق، لضرورة أن يحصر هذا السلاح بيد المؤسسة الحكومية. بسؤال أخير يعني سيد عزيز إذا ما سمحت لي بهذه النقطة، سيد هشام، كم رئيس وزراء بالأصح خرج بكتاب ليساهم في حصر السلاح بيد الدولة وفشل؟ كيف يمكن لهذه الانتفاضة بأفرادها بعدم انتمائها تحت جناح سياسي معين وحمايتها دوليا وغيرها من الخطوات أن تجابه هذا السلاح؟ يعني أظن مبدئيا كل رؤساء الوزراء قد فشلوا في ذلك منذ تأسيس سلطة الاحتلال في عام 2004، دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات وحتى حل هذه الدائرة في عام 2017، فشلت كل محاولات نزع السلاح مع إغراءات مالية كبيرة مع إغراءات وظيفية كبيرة لكثير من الجماعات المسلحة، بعضهم أخذ الدرجة الوظيفية ما يسمى بالدمج ولكنه لم يسلم سلاحه إلى الدولة، بالتالي كل المحاولات فشلت. هذه النقطة سوف تكون مرحلة عسيرة وصدمة كبيرة بين رئيس الوزراء القادم وبين هذه الجماعات المسلحة التي عديدها
بحسب الإحصائيات الرسمية 117 فصيلا من الفصائل المسلحة التي لديها القدرة على امتلاك معسكرات ومخازن وأيضا استيراد ونقل هذا السلاح في كل حرية في محافظات العراق. بالتالي أظن تأجيل هذه لمرحلة ما بعد تحقيق تهذيب سلوك النظام والقضاء على الفاسدين ومحاكمة القتلة أولى بكثير في رأيي في هذه المرحلة القادمة من الصدام مع هذه الجماعات المسلحة التي ربما تصنع من العراق فوضى وبحر من الدماء على أن لا تنزع هذا السلاح. نعم، الباحث والخبير الاستراتيجي السيد هشام الهاشمي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للكاتب والإعلامي السيد عزيز الربيعي. إذا مشاهدينا بهذا نأتي على ختام حلقتنا من انتفاضة شعب، شكرا وإلى اللقاء.